بناء سياسة تشغيلية ووضع استراتيجية تحديد الأهداف القطاعية للمؤسسات الحكومية والخاصة وأخذ التدابير الداعمة لاكتساب المهارات والمؤهلات عوامل من شأنها أن تعمل على رفض فرص العمل للمواطنين. وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحثت سبل تطوير سياسات التشغيل الوطنية من خلال دورة تدريبية تتمحور حول تطوير سياسة التشغيل والتي تعزز قدرات ممثلي الحكومة والقطاع الخاص برصد وتقييم جميع الجهات التشغيلية في السلطنة. سياسات التشغيل كما تعلموا بأنه هي الآن من أهم القضايا في العالم، وليس فقط على مستوى السلطنة وإنما على مستوى العالم. وكما تعلموا بأنه عقدت أو شكلت لجنة على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي في جنيف، وخصصت هذه اللجنة على مدى أسبوعين منعقدة لاجتماعاتها عن سياسات التشغيل وعن التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي وعن العمل الحر. تزايد مستوى الطلب على العمل بوتيرة تفوق نمو العرض يتطلب معرفة المكونات الأساسية التي ينبغي النظر فيها لوضع سياسة تشغيلية سليمة تحقق نتائج ملموسة في تكافؤ فرص التشغيل ومؤشر الإنتاجية والنمو الاقتصادي. طبيعة الشراكة مع سلطنة عمان هي من خلال برنامج اسمه برنامج العمل اللائق. العمل اللائق معنى العمل ضل كرامة وحرية بطريقة أن الشخص يقدر أن يحقق ذاته وأن تستطيع الدولة أن يكون هناك نمو اقتصادي. الدورة التدريبية ركزت على بناء فهم مشترك لعملية تطوير سياسة التشغيل وسبل استخدام المجالات الفنية التي تشكل الركائز الرئيسة في الوقت المعاصر، مع ضرورة اكتساب المعارف وتبادل التجارب بطريقة تشاركية. توفير فرص العمل الكافية والمريحة لجميع المخرجات التعليمية أصبح يتطلب وجود سياسات تشغيلية دقيقة تواكب تزايد الباحثين عن عمل. خالد بن سعيد العبري، مسقط.